جي. بوتي جون كيزون ما عندهمش إمكانيات والفقر. نو فهمتك فهمتك يا خويا لا فرونشي. انا ذاك النهار لك عقل شفت كي طلعت على لي زارما فيزيبل وقلت لك اسلحه شبحيه اي سا جو سور المورال سور كفام سا جو هما هي دي شوز كي سفون اكسبري كنت تحوس من موراهم تلقى مقصود هذاك الامر باش الناس طيح لها المورال تاعها وتوجور يقعد في هذاك ليسبري قلنا لكم باللي عندكم بلاد منا ماشي نيشان تو سي سي فولي يا دي شوز كي سون فولي سي سي اكسبري ماشي سي با باغ هازار مي هادو يا كاين بزاف الناس. انا ما عنديش اشكال مع هاد الثلاث اشخاص ولا هاد الاشخاص، سي با سا. انا مون انمي سي با سي جون لا، سي لومبير. ouais justement فهمني la franchise que je veux dire ce que je veux dire ce qui est derrière ce jugement et tout c'est plus pour كيما نقولوا حنا تضرب المصداقيه تاع الجزائر تضرب المصداقيه تاع الشرفاء tu vois pour leur casser le moral quand voilà vous faites du travail mais c'est pour rien الناس pour كيما نقولوا pour les dissuader quand voilà ça avance pas vous voyez que c'est toujours la même chose depuis la nuit des temps tu vois c'est des صوالح مقصودين. Aujourd'hui, علاش انا نقول للناس ils ne peuvent pas le faire parce que là, on parle. الحمد لله Voilà, donc الحمد ils لله sont joués tout seuls. Mais qui تشوف انت ناس عايشين فقراء وكذا يقدروا يطيحوا في الاجرام parce que زيد تيو ملغم وفقير. Donc, tu connais, c'est comme les banlieues, c'est comme les banlieusards, tous les petits frérots qui tombent dans ce truc. Hein. Donc, ils te l'ont dit, ils te l'ont fait sur la race. هو تيشوف زوايل مقيوس الي روتور ومن بعد تيك تجيك يجيوك هاد الحتالات هادويا شغل واكر وما على باليش ولا لازم نديرو لهم ثلاثة مونت فافور كل واحد وكل حاجة وقتها كل حاجة وقتها تشوف كيما نقولوا حنا ما كاينش اللي عنده خاتم سليمان اللي غادي يبدل البلاد في دو جور لون دومان سا برون دو طون باش راه ولا مستقل ولازم يعاود يترسيكلا كاع يعاود يتم كومبليتمون. سي بور سا كو الناس كانت تطرش برك وكانت بوكو دو كوربسيون. احنا ما عندناش لغة الخشب، الناس كانت تاكل في الدراهم، الناس كانت بزنس. لا بالنا بها كما قالها انا فرونجي خويا انا خرجت والله العظيم انا خرجت من البلاد خرجت مولا 20 عام جافي 20 طون عندي 23 عام تاع غربه تشوف هي كنت نجي من ذاك لذاك ما نكذبش عليك كي نشوف هاكا نقعد مخلوع سيرتو هاد التاليه كي جيت لقيت الناس يسون فورماتي فريغو حتى انا قريت انا صافي مش عام من عام نقرا على هاد l'état profond comment ça marche maintenant ce qu'ils utilisent comme zar maintenant soit la houga c'est pour ça moi je parlais des tnadar al asliha al shabahiya tu vois c'est des armes ça drok kima nqulu hna les armes tatawru ya les armes de destruction massive c'est des armes de dissuasion ma tekch tistamelhom ça veut dire que tistamel slah li ma ybanch ça veut dire tkasser al insan mid dakhl Oui, oui, absolument. Toi, tu as compris beaucoup de choses parce que tu es dans un environnement qui te permet ça, mais la majorité des gens qui ont fait la majorité, fait TikTok, fait Daya, mais ils ne savent pas ce que l'Empire, ils ne savent pas ce que c'est un état profond. Il y a des sujets intéressants, Inch'Allah, on va les aborder, comme l'énergie positive, l'énergie négative. علاش داروا هذا الكورونا فيروس بوركوا بغاو الانديفيدياليزم بوركوا ايزون ديفيزي لي جون باش كل واحد يقعد في دارو علاش الحج حبس لو رول تاع الكعبه سي سكي برودوي كوم انرجي بوزيتيف علاش بناو هذاك الاوتيل الكبير افيك لي كورن دو ساتان جوست اون فاس للكعبه بور ديمينيي لي زون بوزيتيف من دابا زعما كش من نهار ان شاء الله نطرقوا هذا سوجي كما قالها باش ننور ان شاء الله بالك شي با نتامن انا والله العظيم انا انسان ما نبغيش نبان ما نبغيش نهضر مي خطره اللي فاتت كي شغل هزيتني ويتنقول انا سبحان الله واحد عنده معرفه ولا عنده علم تصخي بان كي لا بارطاج راكم يقسم كما نقولوا حنا بارطاج مع خوته كما قال هذا ربي واحد عطى حاجه يقسمها مع الناس وبغيت ثاني نزيد حاجه الناس كيما نقولوا حنا كتقرا القران ولا كاين غير في سوره العصر والعصر ان الانسان لفي خسر صدق رانا في عصر وإن الإنسان راه في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سي بصح أنا نقول للناس صبروا
هذا كيما قال لك تقرا القران، راك مؤمن راك مسلم، سا سخي بيان تي بروفيت هاد لا ريليجيون تاعك وايسيي تفهمها، مشي تقرا الامام يفسر لك، ولا تكذب لي كتاب انا تاع بكري وتقول لي لا راك غلط. لا مانيش غلط حبيبي، مانيش غلط، vous avez tous un cerveau. Si vous l'utilisez pas, ça c'est sachez que d'autres gens vont l'utiliser à votre place. ربي يعطاك عقل استعمله، ماشي كلش باغي تلقاه واجد. تقدر غير هذه الصوره تقعد تتامل فيها سبحان الله غادي تستفاد. والعصر ان الانسان لا في خسر، صدق اوني لوم كو غا سا بيرت، رانا في وقت تاع وين الناس هذا العصر راه في الناس راهي في الخسر، راهي في الخسر. الا الذين امنوا، اللي امن وتواصوا بالحق وكما قال الله يكون جوست في حياته، ما يدناش للحرام كما نقولوا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر خويا الصبر هو مفتاح كلش. سي سكو جو فولي دير، ورانا معاكم وصهير فني بالضحك. صهير والله ظاهر مفقودين والله حبه مفقوده. بصح قلت لك زهير الخطره اللي فاتت سقسيت ما كاش كاع قالوا يد الحسن هذا كاع ما كاش من جهتنا احنا هنا، غير بيتقسني على راسي وبيتقضبني الا كان نقول الصح ولا راني نكذب في بالي، احنا غير تعشينا والله غير كاين العسل وراهم يطرقوا عليك. انا نزيد نقول لك شوف شوف هيا نوري لك وين تروح تصيبوا العسل هذا، هيا دوكا كي راك تخلط فيا. كاينه قهوه وفاصل لاجونس كي تكون هابط شتي تونيل وا قبل ما تلحق لاجونس، لاجونس يجيك على لا غوش وا نيشان على لا دروات، وكاين فيغانيزاتور وقدامو كاين واحد البيسري شغل ماغازان صغير، كاين واحد يبيع تليفونات هو جاي بين فيغانيزاتور وبين الاخر، ومن بعد موراه كاين زنقه كاين وين يقاري وهكا في الطرف تدير طريق عريضه ادخل عند هذا. ها راك على طريق مارسي اللي عيطوا لها طريق مارسي سي صح؟ روح لعنده طريق تيزي اللي تدي تيزي وحمام ابو حنيفيه اكسيتيرا. راني وليت سيكتور يا ساتر على البليس. لا على بالي زهير، على بالي روح لعند هذا ولا تاع الماكله كاع ما نهضرش معاك. ها صوالح تاع الماكله على بالي باللي تعرف كل شيء. اسمع والله ما ناكلش انا بصح نعرف هذاك السيكتور. نقول لك وين كنت ساكن، وكان نقول لك وين سكنت في معسكر لا بلاسيت وين كاين ستاتيو تاع الامير عبد القادر شت اريدو. انا مشي في معسكر انا زهير تباريكو واه محمديه واه محمديه ومن بعد نعطيك نيميرو تاع التليفون. راك في باريكو دركا؟ واني باريكو نبهتك. عنده واحد السيد يعطيك عنده مفاتح تاع واحد البارتما في مستغانم يسكن معكم في باريكو، يسكن عند لاري تاع البيس ودارهم صفرة. روح شوف وين تلقى فيلا صفرة كبيره 3 ايطاج هكا. زهير زهير عندي 23 عام في الخارج يا حي، انا كي نجي هنا شكون هذا اللي يعرف اللي راه يعرفني النوفل جينيراسيون. حبنا بعدك عند السيد تروح تلحق ما يهدرش معاك يعطيك مفتاح تروح تجوز ان سومان في مستغانم شت البورتا مستغانم. بارك الله فيك بارك الله فيك. لا الحمد لله خويا والله الحمد لله، الحمد لله في هذه الامور وقال الحمد لله خويا والله بارك الله فيك حبيبي. الله يحفظك زهير الله يعطيك الخير خويا ان شاء الله. نورك خويا. ايوا رانا معاكم ورانا نسمعوا ان شاء الله والله صافي بليزير والله سورتو انت لا فرونشي والله سي ان بيبيوتيك جيغونتيسك في عقلك صاحبي حبيبي والله تبارك الله والله تي شي بو ايه جبي رست افيك توا ديزور اي ديزور اي ما نكراش بليزير بارتاجي بارك الله فيك. عزيز فيكم بركه ورانا في الاستماع خوتي بارك الله فيكم. زهير تحياتنا زهير تحياتنا. صح اخويا تحيه متبادله يعطيك الصحه بارك الله فيك يا اخويا والله غير صافي بليزير دو فوز ايكوتي. بصح انت فينومان على بالك، انت يا على بالك ابارامون tu as habité كاع لي كوان دو لالجيري، تعرف كاع الجزائر شغل كاع الولايات. كومون سا سفي؟ باسكو انا جزائري وانا خلاها لي جدي، انا جدي ما كانش حركي دونك انايا ماشي الناس اللي ما يعرفوش الجزائر معناتها نو انا ما استدير. كاين الناس اللي الله غالب ظروفه ما تسمحلوش، كاين اللي ما عندوش لي مويا، بصح انا عندي شويه لا فولونتي وانا نحب الجزائر شويه زياده دونك نحب نديكوفري. كما يقول خونا هذا اللي كان يهضر تباريكو كما يقولوا عندهم نعرفها قنت بقنت الحمد لله. باين عليك باين عليك. بصح احنا ثاني نحبوا الجزائر وبالك اكثر منك، لو كان تروح تتغرب على بالي لو
على بالي تروح تتغرب تولي تعرف شنو كاين في الجزائر. تغربت خويا العزيز، تغربت. اوكي يا خويا، انا في الاستماع ورانا نتعلموا معاكم، انتوما انتوما اللي راكم شادين الاعلام، استعرض بكم نقول لك صح صح اخويا. بارك الله، اعطيها لي دراهم شيخ، احنا شادين الاعلام بارك الله فيكم، اعطيها لي دراهم. ماشي خساره فيك، والله ما خساره فيك. اعطيني نيميرو، اعطيني نيميرو تاع الباي بال. هاي هاي هاي، بعد بعد الباي بال تاع الصهاينه، لو اعطينا الصهاينه انايا حنايا تديهم الدم، انا بعتوك تروح تديهم الدم. ها يا سيدي خلاص، بارك الله فيك، الله يحفظك. زهير مهم خويا غريب، راني هابط مع العيد يا خويا، رواح لاقيني نجيب لك توني كومبليت دو بلونجي مارين. اوه واش قال لي انجي؟ انا طاي 5 وهكاك، وتجيني قصيره من تحت باسكو انا طويل، سمعتني؟ على بالي ممنوعه، والله رواح لاقيني، والله غير شوف هاي ليك، الله يربح مخلصك. جيب لي بصح بيشا، ماشي انا كريسي ما نحبهاش، بيشا كاموفلاج. لا لا، شكون يخرجها باك المشكل؟ ماشي واش نجيب لك، بس على بالي ممنوعه يا ودي. نعطيك النيميرو تاع التليفون، تحب تجيب زوج ولا انا نعيط للسيد او المدير تاع البور هذا اللي داوه على الحبس دوكا، كيديروا واحد جديد في بلاصتو نقدر نخدمها معاه، باسكو دوكا دالتنا دوك هذيك الجهه كانوا يديروا كيما يحبوا، دوك حنا ثاني نديروا كيما نحب، ما يعجبهمش الحال. دوك كاين الناس يقول لك انتوما تهضروا على الناس الفاسدين، 200 دو بلونجي تقدر تخرجها فاسيلمون. ابعث لي في البريفي اللي دي طايق. بارك الله فيك، الله يحفظك، الله يحفظك. نديروا قيلو مو بلوكي ولا شكون؟ لا لا ماهوش بلوكي. زيطوط راني جاي. السلام عليكم خويا الفرنشي، خويا التيكر نانو، جماعه كاع توحشتكم ولا اخواتي توحشتكم بزاف بزاف بزاف. دابا مالوريزمون جو بي با مكونيكتي التليفون. مدير البنيته تاعك راهي مليحه شويه؟ والله لا باش شويه شويه، بتي تابتي شويه شويه، دي فوا وي دي فوا نو، سا ساميليور اي تو، مي الغشيت انكور اون فوا، مي بون الحمد لله، الحمد لله على كل حال. كثر خير نسال الله ان يشفيها بشفائه. واش وين كنت داس راسك؟ والله يا خويا الفرنسي، كنت واحد في واحد التيو، كنت في نيويورك. كان في الامريكان. كنت في نيويورك دون دو سمان مع الكليون ديالنا. واش اخبار ديالك؟ والله العظيم يا خويا الفرنسي، والله ما تشكر، راهي الدعوه طاق على منطاق، الناس ولات ما تفرق بين الجار والخو والخوت، يتقاتلوا بين الخوه بيناتهم، يتقاتلوا على حاجه تاع والو. خرجت دروغه جديده تانيك شغل اكستري بارفان، وتتباع شغل نورمال في الحوانت. فونتانيل تهضر على الفونتانيل، راه محكمو تقريبا 380 كيلو تاع الفونتانيل. الفونتانيل هذا اللي ديستريكتور اكثر من الكراك. بارك الله فيك خويا بالبيوتيك. انا معليش نقول لك لبيبه، تعرف كلش، الله يبارك. هذيك هي خويا 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 لافروجي. اوتشوز اسكي جيرام ماركيل تما الدراري، والله ما ولاو يدورو، يمكن يقول لك ما يدورو سي كما يدورو صح، ما كاش اللي يخلي وليد يجي في البيس، ميم با البيس تاع لي كولا، لا 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 بوليس بزاف، ولي سيران والسيكتور سيكوريتي وكذا. كونسيرنون لا بوليس تما يديروا لا باتروي بور لو انتيري جو كرو سي با، مي بصح كونسيرنون هذاك اسكي تا بوبليي افون تاع تو عندها دو سمان ولا ميم با، ولا غير الناس تدخل تقريسي نورمال بلان جور نيمبورت كال نيمبورت كال مومون. يا دي فوا وين البوليسيه دورو وجاهم جور سي كوم سي كيزون سي ان اوت كو ايل سمال با تو فوا. دونك ولا غير بون كنت انا ريحت تما غير في نيويورك. لي زيغليز كيف كيف كيما يقول لك، احتلوا لي زيغليز الكاتدرال تاع سان باتريك هذيك، ادخل ندي حوايج ديما كلا يرقدوا تما يبيكيو تما تو 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 سكي با بون، شغل
En fait, en grosso modo, là, je roule comme des zombies, mais on n'est pas encore arrivé au point où on touche la comme dans les pays. Il a dit pour qu'il n'y ait pas une révolte, c'est un contrôle, la drogue, contrôler ou bien les masses. Le fentanyl, il est destructeur. C'est la drogue de Satan. Mais les drogues, surtout le crack. Hein. Le crack, yani, tchim hajra l'oula, dam Allah, ajroka, yani, كيما ويتني وستون طحت فيه طحت في الكراك ولا تكادر فيريك بعد ولا تبان في التلفزيون يعني الدار تاعها كاع الزبل عباك هذاك هو اللي فيه تاع الكراك تعيش في وسط الزبل كيما بنز ديراج والحوايجك مرميين والتقاشر والبايط تاع الكاطو يعني لازم تعيش في وسط الزبل ودارت تيلي رياليتي راحوا شوفوا مع بوبي براون باسكو سي ان سوزوم عنده اللوجيسيال تاع لو رابور دو غيتو فيولور براكر اكسيتيرا اكسيتيرا دونك هو اللي لا ديتروي طيحها في الكراك مي الفونتاني الفونتاني الواعر بزاف وعلى بالك باللي تما كاين واحد السيستم تاع لي فارماسي سو ديزون دي فارماسي وكاين بزاف لي ميدسان تروح انت تقول له واش من دواء يعطيك يعطيك تخلصه برك يعني تعطي له 100 دولار وتجبد لوردونونس اللي تحب وكاين دي سيكتور وين كاع تي دي فارماسي يعني فارماسي قدام فارماسي سي با لوجيك يعني كاين 10 ولا 15 فارماسي في تي واحد قدام طبه وقدام دي دي دي, دي, دي بافيون هكذا بافيونير وفيهم التيو هذاك دونك باينه باللي هذه تيو محلول من الدوله العميقه او من الامريكان سينو ما يبيعوا لهمش الدواء رجعوا كاع لي زاميريكان اديكت ميم بلي زوبيويد اللي داخله فيه ماكينسي الجروب ماكينسي اللي راه متورط في فرنسا وراه متابع قضائيا او سرق ده ملايير الفرنسيين هو زعما اللي كان يشيخ على ماكرون يعني كي خير ستيلو ماكينسي تخيره يعني كانوا يخيروا كلش دونك الببغاي وهذاك تاع ماكرون كان يسمع لشواكر فهمت وماكينسي راهي متورطه في الامريكان في سكونت كي ديباس لي 100 مليار دو دولار دونك راهو خندق كبير في الماريكان وصبوه لي باتريوت لي ديسيدون وكاع الناس اللي راهم مور ترامب راهم موجدين موجدين على بيه راهم يديروا في لابروباغوند تاع السلاح وباش ينحيوا لي فيزي داسو خرجوا داروا كاع زعما مقالات ومحللين وناس زعما يدافعوا على الانسانيه وهاد الامور باش يديروا قانون باش يليميتيوا لي فيزي داسو تما يلحقوا لهم باسكو لي فيزي داسون يقتلوا بهم الناس ميدونتيفيين عندهم كاع دي باركور بسيكياتريك يعني كاع سو كاميزول شيميك ومن بعد يكسبلوزي وهكذاك نو ما يكسبلوزيش هذا تا بروغرام باش يكسبلوزي دونك سي دي بروفيل اللي ديتيكتيوهم ماشي نابورت كي مي هاد لا بروباغ اكي بروفيت لو كريم اكي بروفيت لو كريم دونك علاش في البلدان الاخرين الدراري ما يدخلوش بالكوابس يقتلوا الناس في المسايد باسكو لو دوزيام اموندمون في الامريكان اللي ساكري سي دي كوبوي يعني كاع عندهم سلاح يقدر يشري سلاح نورمال عندك كازيفيرش تشري واش حبيت سلاح انت اللي ما تتخيلوش تشريه في الامريكان ولا ما عندك كازي جوديسيير تدخل للقيطو للقيطو يقدر يبيع لك ماغنوم ب 20 دولار مي فيه واحد ال20 كريم دونك انت وزهرك علاش يعني تكابوس من تما يعني قاتله يعني اوفيسيال دونك يعني التريسكي مي هما باش يطيحوا لهم دوزيام اموندمون باش كوم كوا يحبسوا يتسمى كي تنحي لي فيزي داسو لي زارم الاخرين ما يقدروش يقتلوا بهم ولا كيفاش سي كوا سيت لوجيك يقدر يرفد زوج كواب بس ويبدا يتيري كيما لي كوبوي يدخل المسجد ويبدا يتيري سي سا فو با دير كو لو فيزي داسو مي علاش يرفدوا لي فيزي داسو دونك تو تي ايدونتيفي في الماريكان الاجنحه راهم باينين وهذا راه يقتل في هذا ومشي كل ما يعرف يقال كاين ناس راهم يتقتلوا كاين واحد سويسيدا واحد دار اوفر دوز تاع كوكايين باسكو التلغام تاع الكوكايين الناس اللي ما تعرفوش كيما ماتوا به بزاف ولاد القيادات في الجزائر ما لبلهمش واش يسنيفيو ما لبلهمش بلي كاين ناس طبع الالغام لداخل الناس اللي يجيب لك الناس اللي تبعت اللي يجيب لك اللي يجيب الاخر اللي باش تلحق لك انت يا
دونك انت كي تشمها ما على بالكش واش فيها الغبره، باسكو انت ما عندكش لابوراتوار انت، وما تفهمش في في القالب هذا، ما تفهمش البيضه، دونك تشم. هذه هي، ما من بيع لك اللاكساتيف تشمه وتولي تجري للتواليت، دونك باسكو ما على بالكش واش راك تشم. دونك يديزاكتيفي والغاشي بزاف، مي ما يهضروش عليهم، مي راهم يديروا هذيك الفيديو تاع البوليس اللي درتها لكم انا في الكونت السابق اللي قتلوا على المباشر، راهم كوندوناوه، مستعرفوا باللي سي تان كريم. باسكو علاش؟ باسكو انطلقت، باسكو كي لا هيرارشي ولا بروباغوند ولي تا بروفون ولي سيرفيس لي ديفيرون سيرفيس لي مانيبيليو كاع هاد الناس، والناس اللي ما يبانوش الأوامر با واضحة. دونك هادو كاع يتشيبيو كيما لا بوليس دو نيويورك، كيما كاع لي بوليس. روح شوف كاترينا اللي ضربها اللي ضربها ضربتها الساعقة تاع ربي سبحانه، دات كاع هذيك الحكاية باسكو كانت دعارة كبيرة تما تاع الكحالش، قتيلة لا دروغ الفيول، يعني عجب المعجب كان صاري في هذيك في هذاك التيو. دونك لي بوليسي كاع كورومبي، ماشي غير في لي فيلم تاع هوليود ولا، صح سي لا رياليتي. يدخلوا يدو تشيبا من حوانت، يدو تشيبا من عند لي بروستيتوي، يدو تشيبا من عند القمرجيه، يخدموا كاع هاد الامور. وكاين دي جروب سبيسيو اللي يفتحوا تيو لي براكر اللي يضربوا لي تيرلير، يعني الترانسفير دو فون. شكون اللي يفتح له التيو هكذا كيخرجوا بلي في زيطاسو ويعرو السيد قدام البنكه، واحد ما يزغد البوليسيه يجوا روطار بزاف. دونك يتسمى هاد الناس اباك لو براكاج ريوسي سي 3 مينوت تاع اون تيرلير. دونك 3 مينوت لازم تكون ديجا ريغليت الامور، و 3 مينوت يتسمى قبل ما تبدا لا 4 مينوت ديجا انت راك مجعد الطوموبيل. السلام عليكم. مي قعدوا اكثر من 3 مينوت، دونك يتسمى راهم اليز، باسكو ان براكر ولا واحد اللي في التيو يعرف باللي لازم ما لازملكش فوق تربي، باسكو الدعوه كاع تجي من بعد لالارد كاع تجي. دونك يقعدوا بزاف، دونك هما اللي فتحوا لهم التيو يخرجوا بالشكاير، يدوا 10 12 15 مليون دولار ولا 5 ولا 6 ديبون لا تير لي ترانسفير. من بعد تيقسموا القسمه عادي، والبوليسيه يدوا كيما كيما الاخرين، ماشي قال ولا تشيبا ويقسموا معاهم. دونك لا كوريبسيون موجوده في الاف بي اي، موجوده في لا دي او، موجوده في كاع، موجوده حتى في لا ميزون بلونش، وكاين داخل جواسيس من عند الدول مغروسين تما في الامريكان. دونك الامريكان هذه باك سي كومبليكي كومبلكس، باسكو سي دي زيتا وكل ايطا عنده قوانين. بار اكزومبل تقدر تقتل واحد في ايطا، تخرج من هذاك التي وتدخل في ايطا واحد اخر، هذاك الايطا ما يطبقش لا بين دو مور، دونك ما اكستراديكش وين كاين لا بين دو مور، دونك تريح في الحبس. شوفوا هذه يعني من شربكه كاع، وكل كل دو كل ايطا تكساس تاني قالب واحد اخر، تكساس تاع الشبوات وكذا، لا كاريكاتور تاع لي كوبوي. وكاع سي دي ملياردير، كاع سي دي بروبريتير تيريان، اللي غير اللي عنده 40 الف راس تاع الفو اللي يخدموا به الهمبرغر هذاك والمايس وهاد الامور، كاع اثرياء. وكاين الطبقه البسيطه تاع لي ريدناك اللي عيطوا لهم لي ريدناك، تسمى شغل هذوك الكوافا والقلالطه تاع لي كوبوي اللي عايشين شويه فقراء، مس عندهم العواد، عندهم شويه امور، هما بالنسبه لهم فقراء، يعني شغل من الطبقه السفلى. مي في التكساس يمسوا بسلاح في السنتوره باسكو القانون يسمح لهم. دونك الامريكان دي نار تشنتر تنوض كارسي فير كحله، باسكو الناس كاع مسلحه بالمديكلاري باللي ماشي مديكلاري. ودونك كاين صراع بين لي زوتونتيك باتريوت اللي راهم في الباتاغون، الجماعه الكيو اوبيراسيون كيو. انا غير درت هذيك لا كابتور على بالي علاش صوطا تويتر، باسكو هذيك هي لوبيراسيون اللي راح تخدم. دونك تو سا سي دو سوبليمينال اللي يدور في لي ريزو. دونك ولا تشنترت تشنتر يعني كحله في الامريكان، باسكو الناس راهم رافضين باللي الامريكان ولاو يحكموا فيها اون مينوريتي تاع ناس يهود وواسب، باسكو لو بلو غران لوبي في الامريكان سي لوبي واسب اللي فيه 80 مليون مومبر.
دونك تسمى عندهم نفوذ كبار لي واسب. دونك راهي صراع اجنحه، لا يتهموا فينا حنايا حتى ولو حنا يكونوا بعض الامور ماشي كيما هما، هما راهم يلحقوا لي زاساسينا اكسيتيرا اكسيتيرا لي روين لي ريغلومون دو كونت في في في, في دار الشرع، قتلوا غير كيما جوج وجبدوا كابوس على جوج واحد اخر وروجوا لهادي وما روجوش الاخرى. دونك راهم يصراو امور في الماريكان اللي ما تشكرش، وهاد المواقف تاع هاد لادمينستراسيون تاع لي ترانسيكسيوال وتاع لي زيل جي بي تيست ولي بيدوفيل ولي شربوا لا دينوكروم ولي ساتانيست ماهيش عاجبه الناس كاع ولي زاميريكان، سيرتو في هاد الحرب القادره اللي دخلوا فيها في اليوكران وراهم غير يصرفوا في الدراهم تاع الماريكان والماريكان يكولات. دونك لي زاميريكان حتى وي سون بيت la majorité des masses هادو ils sont bêtes ils sont d'une stupidité rare mais خلاص في كوفيد 19 ضربهم ديفيبريلاتور تاع تريسيتي، دونك البشريه فهمت وايدونتيفيات كاع السيبله، السيبله سي لومبير امريكانو سيونيست انجلو ساكسون وكاع الفلك اللي يمشي موراه. دونك الناس كاع ايدونتيفياتهم والناس كاع في الانترنت il n'y a jamais eu autant d'antisémitisme, ce qu'ils appellent la judéophobie ou l'antisatanisme ou adachimleh, yani l'antisatanisme. Donc la majorité de la bécherie est contre ce projet ou contre ces gens. Donc le projet est à tous les cas où ils ne peuvent pas le faire parce que c'est un corona ou c'est une question d'examen ou une question de vie ou une question rabbinique. Mais ولا تشنترت في الماريكان غير سيفيل وتقدر تصرى صار باسكو صرات ديجا في الماريكان، دونك تقدر تصرى اون غير سيفيل اكوتو تيري وتبدا لك حال شنو غراس سبانيول اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك راهي انجيرابل باسكو يا بوكو 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 دارمومون لور اي دارمومون تو كور اللي راهو يسيركيلي في الماريكان، والبلاد اللي سيركيلي فيها السلاح كيما فرنسا كاين واحد 14 مليون سلاح نون ديكلاري راهم سيركيلي، وهذا الشيفر ناقص شويه جوبونس مونابي، وكاين اللي مديكلاريين وراهم يديروا لا ميم بروباغوند في فرنسا، قالوا لهم باسكو دخلوا لهم الديابال عند لي بيزون سيد الديب هذاك نقارض من هذيك التيو على انت جايبو لي عندي انا يقتل لي في الكباش تاعي دونك لي شاسور فرونسي كي سون دي فري فرونسي تسوش يقتلوهم، ما كان لا ديب لا تحكي لي السونتيمونطال تاعك لا والو، ما تعطينيش دراهم باسكو هذا الكبش تاعي وما هكذا العقليه تاعهم سيتون عقليه تاع بيزون، دونك ما تقتليش الكبش تاعي ومن بعد تقول لي نخلصك، هذا انا اللي نوكل فيه وانا اللي ندير فيه. دونك يتسمى باش يديزارمي ولي شاسور باسكو السلاح اللي منتشر كاع هما لي شاسور ولي كلوب دو تير، يعني لي كلوب دو تير اوفيسيال. دونك شكون اللي راهو في هاد التيو؟ راهم فيهم لي فرونسي تسوش يعني لارمي سكرات وبيهم بنساهم يدخلوا نساهم يشريوا لهم السلاح يدخلوهم للتيو باش زعما يتيريو، هما ما يرباسيو في السلاح هما يشرو في السلاح ما يشرو في السلاح باسكو فرنسا راحت من نهار لاكور دو 73 اللي طاحوا من بعد عاودوا ولا تاع روتشيلد باسكو فرنسا لي با سوفران ما عندها اوكين سوفرانتي، لا سوفرانتي دان ايطا يعني يقدر يسلف روحو اتو زيرو سا سابيل لا سوفرانتي، فرنسا ما تقدرش تسلف روحها دراهم اتو زيرو، سي بور سا عندها 3000 مليار دو ديت، دونك لازم تسلف عند اليهود وجماعتهم اللي يسلفوا الدراهم اللي عندهم دراهم اللي يطبعوهم اصلا. دونك الناس هادو يا لور موند يسيكرولي مسح مازالهم مازالهم لا بروباغوند لا بروباغوند لا بروباغوند، هم خرجوا لنا اليوم واحد في ديفير اللي نورمالمون ما يروجولوش، طفل تاع 14 قتل صاحبته في عمرها 14، سيتي ان هيستوار دامور انتر دو ادوليسون وخيانه بيناتهم الا بونيارد يرجعوه كريمينال و سيت ان ادوليسون الي مينور C'est une histoire d'amour de mineur, c'est un accident gravissime, malheureux, mais c'est pas un crime barbare de l'homme et du féminicide, d'autant les féministes, etc. Donc, Rami sera au mort.
قتلوا السيد، قال لك السيد هذا جبدوا له باللي فاميلة مبروك بالله على اللي ربي يرحمها ونحيوه بالمناسبة، اللي تيراو عليها بحبة للدماغ وبحبات، ماشي حبة يعني، الحبات تاع الدماغ هذيك وحدة من الحبات. دونك الطفل هذاك اللي كان يسوق راه يحكوا لنا باللي عنده كارجي جوديسيير معمر. واش دخل كارجي جوديسيير تاعو؟ كاع لي زيكسبير لي زانستركتور في لابوليس رفي دوبتومبيري ما تيريش، وهادو لي زيكسبير كاع ولي زيكسبير تاعهم قالوها، وهادي باينه وتحكم الماتريكيل تاعهم. تيريش عليه سي محمد، تيريش على الناس هكذاك. دونك سي ان اساسينا اون بون دورغانيزي، يعني في ثلاثه تيريو واحد فيكم ما تكاكا، وكاع سي دي جون هاد لي بوليسي طيشوهم هكذاك في التيو. دونك امي صار امور كبيره، الناس قتلوهم بجي 36 يعني بالفيزي داسو، والبوليس هذاك كيف كيف مزكم، دونك ماشي تاع فيزي داسو هذاك، على الاقل ما قلوك ولا يا ربي دونك ولا سيكسور ولا ماشي تاع فيزي داسو هذاك. دونك امي صار امور باسكو لي فري فرونسي نادو ورامي يشدوا فيهم بالليطو. اكو شفتوا المخبط والديمقراطيه كيفاش يسربيوها لتما، يسربيو بالقناطير تاع حقوق الانسان وكذا، مصح بلي غرونات وبالمخبط وبالغاز وبليزانتربيلاسيون، ويخطفوا الناس قبل ما يجوا. سي دي مانيفيستاسيون بارفوا اوتوريزي من عند لا بريفيكتور، ويخطفوا الناس من المترو، يخطفوا الناس من الطريق ما يخليهمش يلحقوا لا مانيفيستاسيون، ديفيوهم كيما لا مارش دي في لو كونفوا دو لا ليبرتي، خدموا لهم هذا القالب، ويحبس واحد يقول له عندك كلينيوطو مكسر سيتي راه باش يفرينيو المشيه، وفريناوها باسكو كانت رايحه لبروكسل اكسيتيرا ولا كومينوتي اوروبيان اللي خرقت بالمناسبه. سي ان شاتو دو كارت كي فوا سيكرولي باسكو نو بو با يافوار de plusieurs nations en une nation, ça n'existe pas tout ça. Donc il y a un monde de nations, il n'y a pas la nation monde. هادو راهم يشوفوا في لا ناسيون موند، تسمى هما يحكموا العالم كومبلي من جيريزالام بالتيليكوموند، ويديروا الناس تاعهم. هذا هو الخيال تاعهم، وهذا هو المشروع الحقيقي سي لو غرونت اسرائيل. دونك سي كلير، دونك في الدرابو تاعهم، في الكتيبه تاعهم، في لي كونفيرونس تاعهم. بصح لو كانت عاود هاد الهضره يبونديوك، غير هما اللي يقدروا يهضروها، تسمى ما تقدرش ميم با تعاود وش يقول رابان ولا وش يقول ممثل تاع الكيان الصهيوني في القنوات التلفزيونيه الفرنسيه. يقولوا لك انت انتيسيميت، انت ما تحبش اليهود، ويبداو يجبدوا لك الصابون ولي نازي والديبورتي والعجايز والشيوخه بور فير بلوري دون لي شوميير، وعباك شغل ريون باراليزون، ريون باراليس ما تقدرش تهضر، كي يدخل لك لي شومبرا غاز والموتى وكدايا تسكت. الوغ كيفو فير لو كونتر، تم لي لازم تيميليه وزاد 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 دي لاش تتاجروا بالموتى بلي كادافر بلا ميموار. دونك سان اكزيست با تو سا. دونك في فرنسا يمشي انترا، ومام في البونديتيزم يمشي انترا، دونك راه يمشي انترا في كاع التيوات تاع فرنسا هادي. علاش انا نصحتكم وتكم لي يقدر يخرج من هذاك التيو، غير يخرج ولا يخرج من لي كابيتال. هذا ما كان جبدو، كاين الخدمه راهم يحوسوا، راهم ازمه تاع لي سيرفور اللي حركتو تما كنت فيلمي وروحكم بالتيك توك، راهم يحوسوا دي سيرفور ب 2500 اورو، وخلي لي بور بوار وبالك تخيط كاش وحده تما دير لك الكوارط وكدايا. دونك انتم حابسين في الجزائر وبرا، ماما ممكن تلحق تما دير كاسيطه واحده اخرى، انتم قعدتوا بالكاسيطه هذيك سيرفات مولاكوست تبلع الكاشي في بارباس واكسيتيرا اكسيتيرا، وتتكيف الزطلة وبداية، وعجبوك الباطيمات وشابه فرنسا والبلوندا هذه بالميني، يعني راح تقعد بالك تلقى روحك كلوشار، كي تفتح عينيك تلقى روحك 50 سنة تشرب في البيرة قدام كلب في كاشتيو. هذه هي لافان تاعك، لافان تاع حكايتك هادي، باسكو الاوروب ماشي سهله. دونك روحوا تخدموا، مي خاوتي راهي ما تشكرش،
دونك يقدروا يديروا دي زاتونطا كما قلنا لكم تاع دي سوبريماتيست بلون، وراهم بداو يتحركوا. يقدروا السيد هاو ما هضروش عليه، السيد يخدم في العسكر وتابع للمخابرات، والسيد ميدسان اكسيتير دو فامي كاثوليك، مصح لا فامي تاعو ما حبتش تروج لهذا الكونفلي سيفيليزاسيون باسكو يعرفوا ذبحوه في دارو، والسيد اللي ذبحوه قالوا الله اكبر. دوك انا دوك الناس قاعد تقول الله اكبر، ذبح يتسمى الله بارئ من هذا الامور والاسلام بارئ من هذا الامور، والسيد هذا مكتيبي باسكو كيفاش دخل دارو وكيفاش الحق باش يذبحوا بالموس، وهذا الكابوس تاع وين كان ساعه في الصال دو بان، ويعني ما كان والو، ما عندوش سيكوريتي في الدار. السيد هذا كبر في المخابرات، تقول لي دخل تذبحوا بالموس، انا ما تدخلش في العقل. دونك قتلتوه، هذه هي الحكايه، قتلوه وراحوا فيريفيو لانفورماسيون باللي قتلوا السيد ذبحوه في الدار، وما رجولهاش بزاف باسكو باينه باسكو محروقه. قال لي ريداكتور اون شاف سيرتو اللي راهو حاكم بي اف ام تي في اللي اسمه مارك اوليفي فوجيال، واللي ما اسموش مارك اوليفي فوجيال باسكو هو يهودي صهيوني، وكان يرقد مع الباترون تاع فرانس دو وكان يرقد مع بزاف ناس منهم بيير بيرجي اللي كان يدير لي زيميسيون، هو اللي دوكا وحاكم تيو تاع بي اف ام تي في، باسكو بي اف ام تي في تاع باتريك دراي تاع اليهود، وباتريك دراي يسمح في الجنسيه الفرنسيه، دونك سي اون شان اترونجير في فرنسا سي اوبجيكتيف. دونك يتسمى لا بي اف ام تي في قناه اسرائيليه ولا صهيونيه في فرنسا، باسكو السيد هذا ماشي فرنسي، هذا من باب. دونك هذا مارك اوليفي فوجيال وهاد العباد راهم يروجوا لواحد الترويج، كما الجورناليست اللي قتلوه حبوا يضحوا به باش يحركوا لي زونجي، وطاحت في الماء كيف كيف، طاحت في الماء، حبيناش نهضر عليها مي طاحت في الماء. هضرت عليها انا سطحيا، السيد مات وحده، كان جماعة مسح هو مات، قاسوا الميسيل هذا ولا هاد البومبا ولا هاد الكرونادا غير وحده، يتسمى الاخرين كان عندهم لارمير تاع روبوكوب، كانت عندهم روبوكوب الفا بالك سلكوم هاد الحكايه. دونك جابوا لنا السيد ميت، قال لك هذايا هو جورناليست قرا في لونيفرسيتي تاع بوردو، ومن بعد دخل للتيو ولا تابع للمخابرات الفرنسيه كما قال لي روبورتور دو غار. دونك يتسمى هذا مخابرات ماشي جورناليست. جورناليست هادية ماسك، وصح عنده ديبلوم تاع جورناليست مي هو سي ان اجون اكتيف. دونك وانه كان ماشي غير هو، يعني كاين ضباط ماتوا تما على بيها، راح هذاك مدير المخابرات ضحوا به ذبحوه، دونك راهي مشربكه بيناتهم. انا نقول خوتي حذروا لي زوندروا بيبليك كيما ستاد دو فرانس الكامل اللي ندار تما، كيما بزاف امور وين كاين هاد الغاشي، ما تدخلوش في التيو هكذاك. لي جاني دبروا لسانهم تاو انا تما، يعرفوا القوالب، يعرفوا كيفاش يدخلوا للستاد، مي ما تروحوش لي زوندروا بوندي وين كاين بزاف الغاشي، سيرتو هاد لي سواري ولا لي كونسير دو بريفي كيما تاع الباتاكلون وكدايا، هذاك راهو شغل راك دخلت ليطو، باسكو يقدروا يديروا امر كيما داروه، وراهم كوندانا وصالح عبد السلام بلا بان دو مور. بورتون هما قال لك نحينا لا بان دو مور، مي كوم اي سون لاش ويلعبوا على لي مو كوندانوه بيربيتويتي بلوس بان دو سيرتي دو 22 زون انكومبريسيبل اكسيتيرا اكسيتيرا، كيما رضوان فهيد اللي راهم كونداني ب 60 سنه حبس، يعني قريب 60 سنه حبس، دونك سي اون بان دو مور. دونك قتلو، علاش راك تقول لنا حبس لا بان دو مور، وراكو تبراتيكيو لا بان دو مور اون ديريكت اون لايف، راكو تقتلو الناس بور ان رفي دو طومبيري، راكو تطبقو لا بان دو مور. دونك مي صراو امور، يعني الاخوه لازم تكون تحذر، باسكو هذا هو العالم تاع اليوم، تقدر تباسكولي سي توجور ان بتيت ايفينمون اللي قلب التيو، كيما بو عزيزي سي تحرق روحه، الناس كل يوم يتحرق روحه، مي هذاك لو مومون وهذاك كيفاش تخدم هذاك التيو سيتي بيان بريسي، دونك الا توشي لا سيبل. دونك يقدروا يديروا امور بزاف، وبداو يديروا في العالم كاع، الامريكان في كدايا يلاشين، خرجت على نت الحرب، انا درت لكم تويت راهم قالوا لهم تايوان هاديه تاعنا وما كاش حكايه، واللي حبي يدخل معنا في حرب كيما قال لهم تبون، يعني شغل ولا بديتو
ناكلوكم. دونك تايوان خلاص تاع راشين، وهذه قلناها صافي دي موا، الناس اللي كانوا يقول لك واش راهم يهضروا هذو، قلنا لهم باللي كاين بلدان راحين يتسرطوا تو سامبلومون، يديسباريو، يتسرطوا في امور واحد اخرين، باسكو سي كوم سا كسا مارش، سي لو نوفو بولفيرسمون جيوبوليتيك مونديال. دونك يا دي زانتيري اون جو دي ناسيون، راهي الدعوه في تاهب كبير، راه من الجيوش بكاع بالوكانو. دونك مليح تعيشوا باسكو يامنكم ربي، مي لازم توجور ديروا في بالكم باللي تقدر تنقلب الامور. اسمح لي خويا لافرونشي، حبيت برك نزيد ندير اضافه كونسيرنو هاد الكريمينال اللي راهم ياكتيفيهم ديزاكتيفيهم ايتو، يعني اخبار موثوقه وانه يريكوبيريو الناس هادو مالي، يقول لك سوا دي زون مالاد مونتال ولا بسيكيات ولا كو اللي ريكوبير دون لي كيما يقول لك كومون دير فرونسي سي لي ميزون دو جونيس. دونك لي ميزون دو جونيس هادو ما دو 9 ا 11 ans يبداو يقريو فيهم يعلموهم يديروا مال الكاشيات دوا وهادي تو، ومن بعد يولي شغل كوم ان روبو تو. دونك سي بو سا كو على شاك فوا يقول لك وي سي ان بسيكياتر مرض مونتال ولا هرب من السبيطار مهبل تو، مي اون فيريتي سكو جي يو مي اون فيريتي سكو جي يو كوم انفورماسيون تما في نيويورك 95% كاع يجيبوهم من تما ياكتيفيهم دي leur 15 ans, leur 10, leur 14 ans, même moi. Tu vois, en bas de l'ilage, ils font mon bureau météo. Une fois mission accomplie, ils désactivent eux qui me trollent. Et pour concernant la drogue, je dis, et tout, alors le gouvernement, il ne peut pas réclamer, ou là, ils l'ont donné comme le feu vert indirectement. C'est pour qu'ils ne révoltent pas le peuple, parce que le peuple te ment. Je te garantis qu'il n'en a rien à foutre. Ils s'en foutent de cette guerre de l'Ukraine, que leur peuple, il paye la facture maintenant. Tu vois, donc l'Amérique, elle s'est mêlée dans cette guerre et tout. Les masses s'en foutent toujours. Les masses, ils s'en foutent toujours. احنا نهضروا على لافونغارد تاع لي باتريوت امريكان، ستادير الناس اللي يعرفوا كلش واللي قراو في المدارس العسكريه وفي الاكاديميات وفي الجامعات وفي المخابرات وفي القوات الخاصه و و و و و باسكو لي ماس عد باش تكون في الصوره، لي ماس عد يكونوا عد في الخير ولا عد في الشر، ما عندهمش اختيار باسكو سي دي ماس تو سامبلومون. ليستوار اللي فات بار لا مينوريتي اكتيف يعني لافونغارد، ومن بعد العد يتجند كيما الحرب تاع الجزائر، سي تي لافونغارد اللي خرجت الشعب ودخلته للحرب، عيطوا له الجيل الذهبي. دونك يعني سي تي مينوريتي لي ماس، ومن بعد ساهلين يعني غير تقدم الحكاية ومن بعد جماعة تحكم مربط الفرس. وش تعقيب تاعك تيجر خويا؟ والله ما عندي حتى تعقيب، يعني صراحة انت دخلت في واحد التينال وانا هذيك الطريق ما نعرفهاش صراحة، يعني رفروش راك ماشي بالضرورة اني نكون نعرف كاع الامور اللي تعرفهم انت، يعني انت يا راك ماشي هذيك، انا نهضر لك على الناس اللي هم يقتلوا هكذا وياكتيفيوهم اللي تعرفهم انت كيفاش ياكتيفيوهم. شكون مثلا؟ اعطيني اكزومبل. هذا السي تاع بروكلين، هذا اللي قتل في فرنسا، هذه الطفلة اللي قتلوها تاع بلعلة، يعني هذه الامور لهم يسراو في العالم، هذه القوالب هذو سيدي ليست، هذو قوائم تاع الاغتيالات ويسني عليها البريمير مينيست. وهذا القضيه هذه خاصه في الامريكان، الناس اللي راهم ديزاكتيفيو فيهم في الامريكان، ميم لي زاتونطا في لي زيكول، نقول لكم معلومه بالك الناس ما تامنهاش، هذا لا ديسيزيون سنيها اوباما كي كان بريزيدون، لانه هذا الامور دوكا بايدن راهو يسني على امور راح تصرى في 2030. هذو يسميوهم عندهم اسم سي عمليات، ويسميوهم هذو سي دي زوبيراسيون
وعملية الاغتيال هذه عندهم واحد الاسم كيفاش يقولوا له في الماريكان نسيت، مي يتصدق عليه يعني رئيس الجمهور، كاين الناس يصدقوا على هذا الامور، هذه ماشي هكا وخلاص. حتى في فرنسا الناس اللي يقتلوهم في فرنسا هذه قائمة، وكاين امور يعني تصنيفات، كاين تلقى فنان، تلقى واحد عنده ضباط في فاميلته، هذو يعني رسائل، هذو كاسي دي ميساج، هذو ماهمش شغل هكا وخلاص. نو كيف ما تعقلوش ايه، دونك هذو الناس حتى الطريقه اللي يقتلوا بها، كاين اللي يرميوه من باطمه، كاين اللي تدحسوا طوموبيل، كاين اللي يطحنوا كاميو تاع الزبل، دونك هذو سي دي ميساج، ولي زيطا بيناتهم يفهموا هذه اللغه، الشعب ما يفهمش هذه الامور، هذه فيها كاين فيها ابتزاز، كاين فيها رد يعني يعني رد على 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 امر. انا دوك ندير لي امور، انا نسرب لك يعني لا ليست نتاع العملاء نتاعك مثلا في تونس، نعطي اللاتر في في مومو اللي انت تقدر تعرف يعني، نديرها لك اكسبري، نعطي لي ليست العمامره يدي اللاتر من عند البريزيدون لا ريبوبليك، يشدها الاخر ميم با ديزور ابري، يحكموا لك ريزو تاع فرنسا مثلا، مثلا يحكموا لك ريزو تاع 40 واحد، ريزو قديم تاع اسبيوناج عنده بالك 10 سنين ولا 11 سنه وهو يتبنى يعني معاشش مليح في تونس، فراكسيون سكوند يروح وزير الخارجيه في ديك العشيه ريزو يرازيو كومبلي. دونك هذا هذا هذه دي ميساج، دونك هذه راني نهدد باللي انا عندي كاع لي ريزو تاعك، مادام راني سربت لك يعني ريزو في تونس، راني لو كان ما تحبش في هذا الاخر وما تقبليش في هذا الطريق، دونك راني راح نزيد نسرب لك امور واحده اخرى. يقدر واحد يموت وعلى بالهم باللي هذاك السيد سرب معلومات، ولا هذاك الانسان عنده يعني امر شخصي مع هذيك الدوله، يقدروا هذاك الانسان يصفيوه، مي انت ما تقدرش تهضر عليه، ما تقدرش الدوله الجزائريه تخرج تهضر على هذاك الانسان، باسكو هذا لونغاج، هذه لغه يهضروها الانظمه ولا اجهزه المخابرات ما بيناتهم يفهموها، ومعروفه القصه تاع اللي داروا له بومبا في الروبوستات في فرنسا في الارساز، اللي كان هو جيرون تاع تياتر دو باري معروف، اللي هو بودية ربي يرحمه، دونك علاه في هذيك الطوموبيل بالذات، وهو ايبورتون كانت عنده طوموبيل واحده اخرى، مي الخيانه منين جات؟ جات من صاحبه، لانه هذيك الطوموبيل اللي مات بها بودية ماشي تاعو، والحكايه تاع الارساز هي كان كاين مشكل بين شركه رونو والدوله الجزائريه، دونك هذو كاسي دي ميساج. وهذا الانسان هذا بودية كان متخصص، كان يقتل الضباط نتاع جهاز الموساد بارتو، بودية اللي سموا عليه العمليه تاع الايروبور نتاع الايروبور تاع ميونخ، اللي معروف العمليه اللي دارتها مجموعه ايلو الاسود اللي كان معهم من المؤطرين تاعها، كاين بزاف الامير الاحمر ودي حداد كارلوس راميرز المدعو شاكال، دونك سموها عليه هذيك العمليه على بودية، واسمه سيد احمد بودية اسمه الحقيقي بودية، يعني هما يعيطوا له ابو ضياء، يعني قريب بودية ابو ضياء، دونك يعيطوا له ابو ضياء اسم الحركه تاعو، وخمس سنين والمخابرات الداخليه في فرنسا وهي تتبع فيه وما قدرت تحكم عليه ولا شيء، كان يجند يعني يجند حتى الجزائرية اللي كانت اللي دارت عملية في تل أبيب اللي قتلت أكثر من 22 صهيوني، معروفة مريم جزائرية اللي دارت أطونطا في تل أبيب في هذاك الوقت، معروفة جزائرية وراحت من الجزائر وكيفاش دخلت، دونك في السبعينات كانوا كاينين أمور اللي اليوم ما يسمعوش بهم الناس، الحكاية تاع ميونيخ، الحكاية تاع اللوبي اللي راطى طيارة داخل الأيروبور، دونك كاين أمور، هذو أمور يصراو لا جورداني، حكايه تاع لا جورداني يعني ميساج كبير تاع الطياره اللي ديتورنات وراحت لا جورداني، وعطى امر الـ 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 يعني الملكه تاعهم في ذاك الوقت باش يقتلوا كاع الناس، وفيها الاغلبيه تاعها هما رعايا فلسطينيين، دونك هذو دي ميساج باش الحركات يعني والمراكز التجنيد اللي كانت في لا جورداني باش تخرج، وجيست موراها خرجوا راحوا لبنان، معروفه القصه، دونك هذو الناس يقتلوهم لاغراض سياسيه، ما يموتوش هكا وخلاص، هذيك تاع بوليس دار هكذا، لكن البوليس هذا ما قتلش رعايا فرنسيين، الدوزيام اللي تير عليه ما قتلوش باسكو علاه ماشي جزائري، مي هي ضربها للراس، مي الاخر هما تيروا كلش جو بونس تيروا 11 بال 11 حبه،
الدوزيام قاسوه في بلاصه وين ما يموتش، ضربوه تحت لاكاش توراسيك، حتى ولو كان يعني لا بلوسير تاعو شويه يعني شويه ثقيله مي ما يموتش. وهذاك اللي تيرا ماهوش بوليس، لابس لاتيني تاع لابوليس، ما يعرف كيفاش يتيري، لانه الطفله كي تيرا عليها ضربها حبه واحده في الراس، وتيرا 11 كفا في الطوموبيل وفي في الكادافر تاع الموت تاع الطفله هذه وتاع هذاك البليسي. دونك يعرفوا الاطار تاعهم باللي باش تيري هكذا بلا بريسيزيون، هادي عندك تدريب خاص. سافا با نو سيرتو فرنسا، نعرفوا باللي لا كاليتي تاع لارم انديفيديال تاعها رديء نوعا ما، يعني باش تجيب لا سيبل بالسلاح تاع فرنسا بهذيك لا بريسيزيون ماشي حاجه سهله، لانه لو كان يوتيليزا بار اكزومبل لي تيرا، قال فرنسا عندها يعني السلاح اللي يستعملوه يعني لي مترايات تاعهم ولا لي بيستولي صنع بريطاني مثلا، في يعني جيد يعني من نوعيه جيده، وحتى لا توليرونس فيه مليحه يعني ما يراطيش بزاف، سورتو ماناش نهضروا على مسافه الصفر، انا نهضروا على ان ديستونس تاع بلوس دو 400 متر، يعني باش تجيب لا سيبل من 300 من 400 متر يعني كيزل من الطوموبيل. كانوا بالبيسيكلات، اللي تيرا كان بالبيسيكلات اخي، هكا لا فرونشي في ثلاثه كانوا بالبيسيكلات. ايه اللي تيرا تنزل تاع بالبيسيكلات وتيري وبهذيك لا رابيديتي وبهذاك الريفلكس، ما نظنش انه قوه خاصه يعني في الماريكان وما تقدرش يعني دير ان اتونتا كيما هذه صراحه، لانه هذا رابيد بزاف ويعرف يوتيليزي السلاح مليح. دونك الفيلوات باسكو شفتهم الفيلوات لا بوزيسيون تاع الفيلوات كانوا تريونغل على الطوموبيل. نقول لك حاجه، جينيرالمون انسان اللي عنده لي بوات مونكور تاعو اللي ديباسيو 95 حتى ل 100 يعني في اغلب الظن عنده 3/10 لا سيبل، امبوسيبل يجي فوق هذاك الشيء. علاه؟ واحد كي يجري ما عندوش لا بريسيزيون توجور. الانسان اللي بار اكزومبل طيح في امبيسكاد ولا راك راح تيري على حاجه يعني متحركه، لازم انت تكون ثابت. واحد دي بيدالي بالبيسيكليت دونك القلب تاعو راهو يخبط بزاف، وعلى بالك يبردي لا سيبل فاسيلمون. باش نتيري حبه وتقيس انت تقيس يعني لا سيبل تاعك بهذيك لا بريسيزيون بحبه واحده، لازم يكون اجي الانسان هذا، يكون عنده 10 سنين اكسبيريونس، لازم تكون اجون اكتيف كيما الكامين اللي داروه الوليد هذاك الشيف كي تنشف ايطالي، وليده هذاك معروف كي تنشف وسي اللي كان حال ريستوران تاع لي زومبورغر دو لوكس، واللي كانوا في تي واحد يعني في ريستوران واحد، وكم كوا السيد خرج هكذا كبرك وسرق طوموبيل نو، باسكو تما كي كاين فواتوري دونك عندك تيكي ماشي روح ورفد الطوموبيلات تاع الناس، باسكو كاين طوموبيلات يسواو يعني بونكا دراهم، دونك ماشي غير روح ورفد، كاين ناس راهي في الباب. دونك السيد هذا كان سهر معاهم وخرج سرق الطوموبيل هذيك، باسكو هذاك صح كان في التيو هذاك بوندي، دونك خرج رفد الطوموبيل هذيك وراح دار بها اكسيدون. لاكسيدون هذاك اللي تي با يعني فولو باسكو كان مكتر، وهذه هي من داك الجماعه تاع الميليو تاع البونديتيزم يطيحوا فيها، يكثروا الشراب ويكثروا الغبره في الخدمه، دونك يبردي بزاف امور، شي قالوا شام خيط ولا شارب كاس ولا نو، يكثروا زعما مع لا سواري باش يبان بلي راه معاهم كاع نضحكوا كاع نشربوا نو، ما عرفش يكالكولي هذاك القوالب تاعو بزاف. دونك قتل السيد، بصح كي قتل السيد راهو تلصق فيه تم كوميسار، وكوميسار هذا معروف عنده نفوذ لتما، ويسوق في موطو يعني عجب وعجب يعني تاع كورس، هو سكران هو اللي حكمه. دونك يتسمى الكوميسار هذا كان داخل الريستورون، دونك السيد كي خرج ودى الطوموبيل، كيفاش هاد الكوميسار هذا ضرب الكارطال داخل بلي السيد تاع الطوموبيل باش كان لاصق فيها سو بوان هكذا يعني تم لصق فيه باش يحكمه. دونك هاد الامور يحكيهم بالك المدنيين في التلفزيون، مي هاد لي زوبيراسيون كيما قال لكم التيكر كاين فيها امور يعني
لي باتمون دو كور بالك الناس ما تفهمش لازم باسكو علاش ان اجون اكتيف يكونترولي ولا سبورتيف واحد اللي براتيكي لي زار مارسيو يكونترولي لا ريسبيراسيون تاعو يعرف يكونترولي لي باتمون دو كور تاعو يعرف يمشي بالكور تاعو باسكو ناض عليها تو سامبلومون مي واحد هكذا جون وكانوا تريونجل يعني فيلو منا فيلو منا وفيلو من اللور فلاكسيدون ولي تيرا كان منا دونك يعني. على الطفله ديريكت على الطفله وعلى الاخر دونك باش تدخل هكذاك تريونجل وعلاش تريونجل اش كاين هذا في التريونجل هذايا دونك يعني قتلوهم على المباشر كيما اللي قتلوهم في لي زيليكسيون تاع ماكرون قال لك رفي دو بومبيري يتيري على السيد في زيد اسو جي 36 وي صارت هذه هذا بالغاز وما تيريش عليه يعني بالبومبا غاز وما تيريش عليه دونك راهم يقتلوا في الناس كيما قتلوا جزائريه في مارسي في الحراك تاعهم بال بيردي في الكاتريام ايطاج وراهي لونكات وراهي لونكات تاع المره اللي ماتت هذه في الكاتريام ايطاج كيفاش قاستها حبه في الكاتريام ايطاج جرونادا في الكاتريام ايطاج يعني ولونكات ايتوفي ايتوفي روجوا لها ميم با دو مينوت هذاك الوقت ومن بعد واحد ما حكاو عليها سارتان جورنو اكستيريور يعني مشيت على كابيتال لو فيغار وهاد العباد كاع صهاينه بالك خرجت في لا ديباش خرجت في البروب في لا بروفونس خرجت في كذا دافعوا عليها الجماعه تما في مرسي بصح طفاو كاع الضو قال لك هي تمشي في العداله وكي تكون في العداله واحد ما يقدر يهضر دونك يبلوكي لك حكايتك دونك راهم يصراو امور سي دي زاساسينا سي بي ايه كنا نهضروا على جماعه ايلول الاسود باش نذكروا الاخوه باش تشوفوا الخطر نتاع الاخوانجيه هذو والاخوان المفلسين هذو نقول لكم معلومه قليل اللي يعرفها كارلوس تعرفوا لا فرونشي كارلوس راميريز كيف ما نعرفوش يعني راهو في الحبس مازالو في فرنسا على بالك شكون اللي باعو باعوا الاخوان المفلسين في السودان حسن ترابي جماعه حسن ترابي هم اللي باعوا ولكن احكي لهم واش دار قبل هذا 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 صح فري ريفولوشنير وفري افونتوري باسكو بزاف ناس حبوا لي تي او سي فري كان يحب السيجار والنساء سي تا ريفولوشنير ما على بالوش يعني حبوا يلصقوا له بلي مافيا ماشي مافيا كانت عنده قضيه داروا عليه كتابات زعما بلي كوم كوا بلي السيد عريان نو السيد مش عريان السيد نهار اللي ديتورنا يعني جاب هذوك لي مينيستا لوباب اللي رفض خرجهم مفيان تخليهم لداخل للصالة وبالكف وكتفهم وقال لهم كلام خطير لأنه قسمهم دو جروب دير جروب تاع لي زامي اللي منهم الجزائر وهذه نفتخر بها حتى انتم تقولوا لي تيروريست ودير جروب تاع لي زنمي اللي كان معاهم وزير النفط تاع السعوديه انذاك اللي وقع عليه المشكل هو وزير النفط الكويتي يعني الكويتي لانه كان كاين عضو من الجماعه تاع كارلوس جزائري اللي كان مغطي وجهه اللي هو باتني من باتنا والناس تعرف الاستوار ومات هذا التبليسه في 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 اوبيراسيون وقعد مبليسي ومات وما عرفوش وين مات وين مدفون اليومين هذا المهم وين اديهم هذا الناس هذا اللي مينيستر يخي فضيحة قد الدنيا جابوا له طيارة مفيان من لوتريش ديرة تقلعت به الطيارة وين راح راح للجزائر هبطهم ليه شكون نطلع ليه شكون اللي كان يهضر معاه في التليفون سي بوتفليقة وزير الخارجية أنا ذاك وشكون اللي طلع ليه دالهم الماكلة لي ساندويتش أول مرة العالم الغربي والعربي وكاع الدول يعرفوا مدير المخابرات في وجهه أول مرة اللي هو خلف اللي هو المعروف باسم قاسدي مرباح أنا ذاك اللي طلع الماكلة للإنجليزوطاج وللجماعة اللي كانوا داخل طيارة وهبط لي مينيست وبقاو زوج وقيل الداخل هبط كاع لي مينيست أنا ذاك نيقوس بوتفليقة مع كارلوس شخصيا وكاين حتى تصويرة تاع بوتفليقة بالبيري أنا نقولكم القصة حتى تاع البيري هذاك البيري كادو
يعني سوفينير تاع كارلوس، مور اللي حكموه، مور اللي حكموه هو هرب، لانه كارلوس حكموه، والحكايه تاع اللارك اللي كان يعوم فيه في بوليفيا جو بونس، لانه هذا الانسان كان بارتو. هذا الانسان الناس اللي ما تعرفوش كان يعيط اللي بريزيدون واللي روع ويحكي لهم، يقول لهم باللي انا راني جاي للبلاصه الفلانيه بار اكزومبل، كيما اللي ضرهم بزاف سي الاسبان. الاسبان كان يعيط لهم في التليفون ولا يبعث لهم دي لتر يقول لهم غدوني راح ندير بومبا في البلاصه الفلانيه ويموتوا اكثر من 300، كيما كان الحال. الحكايه تاع التياتر، الحكايه تاع في باريس، هوليود في باريس تاع الديسكوتيك اللي فيها 220 واحد ميت. باريس ضرهم 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 بزاف. في باري تيرا على تيرا بلوبي تاع اس بي جي 9 جو بونس ولا ار بي جي 7، تيرا على طياره وقاسها في لاريير وعاودت هبطت في الطياره هذيك وسلكت شعره. دونك كارلوس دلها الرود، اوروبا كاع كانت يعني مرعوبه منه، كانوا وين يشوفوا واحد شعره طويل وداير لي لونيت يعيطوا يعيطوا للكواردا ولا يعيطوا لابوليس ولا اللي هي. دونك شكون اللي حكموه؟ ما حكموهش. شكون اللي باعوا؟ اللي دار فيهم كونفيونس، لانه هو شوف هو كان في العيون، في عيون الترك. الناس اللي تحب تتاكد راهو سقسي وجماعه في عين الترك، كانت كاينه دار مولاها اكتويلمون يخدم لا سيمان تاع الصبار معروف، وكانت عنده كونغو زرقاء ونعرفها تاع. المهم هذه الدار كان يجي كارلوس يجوز فيها لي فاكونس قبل ما تكبر الحكايه، لانه كان يعرف بزاف جزائريين ويعرف بومدين ويعرف القذافي ويعرف زدام ويعرف، لانه هذا كان شارسور دو برين اون كالكو سورت مي باطل. كاين الناس اللي كان يتفاهم معاهم يرون ديرهم الكونت، وكاين حتى في الامريك لاتين كان كاين بروبليم تاع صدام حسين مع دوله في الامريك لاتين اللي كارلوس راح دلهم البرد في هذيك البلاد، وتسقمت الحكايه ودومونداو ليكسكيوز من صدام حسين. معروفه القصه مليح، روحوا دخلوا حوسوا على لي زاتونط اللي دارهم كارلوس في الامريك لاتين. مي اللي كان صاحبه هو معمر القذافي، ضغطوا على القذافي قالوا ما تجي ليا، وين ولا يروح ولا يدخل ليبيا بصح ما يقعدش في ليبيا، باسكو هو كان انسان مهبول في راسه، يعني انسان اللي يدور بارتو في العالم وما يعرفوش، ونهار اللي ولاو يعرفوه ولا يديجيزي، يولي سمين، يولي رقيق، شعره طويل، موسطاش، ومن بعد باللحيه يهودي كريتيان، لابس حوايج هذوك تاع الكهنه، يعني دخل الفاتيكان السيد، كان اسكن يا مات في الداخل في الفاتيكان، في الفاتيكان مع هذوك لي باباس اللي داخل. دونك سيد هبله في راسه ما يخافش كاع، وكان معاه واحد من الشرق الاوسط جو بون سوري وقيله اللي كان انتربريت تاعو، وكانت معاه مداما اسبانيوليه معروفه من اللي جي طون تاع الاسبان، مداما مداما ماشي مداما تاع بريكول. المهم دلها الرود كارلوس. شكون اللي قالوا له؟ الاخوان المفلسين قالوا له ارواح حنايا كما انت وقفت مع القضيه الفلسطينيه احنا نوقفوا معك. كي راح للسودان حكموه، هما حكموه جماعه حسن الترابي الاخوان المفلسين، وباعوه بالدراهم وجابوه في طياره في صندوق، في صندوق تاع الحطب، ودايرين له الدواء وهكاك، هو يعني ثقبوه بالفاريوم وخايفينه يهرب، وقيل 22 ولا 25 من اللي تروب تاعهم هما اللي سكور تاعه كي كانوا دينوا لفرنسا، العرس في فرنسا. وخوها وخرج خوها كتب كتاب ويحكي على واش داروا له، هذه فرنسا اللي تدعى التحضر وتدعى اغتصبوه، هذا السيد اغتصبوه يعني حبوا يهبلوه سيدا. دونك هذه هي فرنسا، هذا هو الامبير كما مالف يحكي لا فرونشي. الناس هذو الامور ماشي صدفه، لانه كلش مخطط له، وهذو الامور قاعد تصب في مصالحهم الشخصيه ماشي البلاد تاعهم، البلاد تاعهم تجي في المرتبه الثانيه، لانه هذا الناس هذو تاع مصالح. هذا سانشيز عنده عطاولو باش دار هذاك الشيء، ماشي جراتوي. وزيد قال لهم حاجه بزاف الناس ما هضرتش عليها، هي كي كان عندهم في القصر قال لهم سبته ومليليه الاسبانيتين، واحد ما تعرض على الشهاده، مي لو كان جزائري يقول سبته ومليليه الاسبانيتين
ينوضوا كاع، وانتوما خوانا وانتوما سيد جالكم لبلادكم وقال لكم باللي سبتهم ليا اسبانيتين وقبلته، وطلب انه الحسيمه يشري، باسكو كاين بزاف سبنيول اللي شاريين اراضي في الحسيمه، يحوسوا يدوا الحسيمه باش انتوما تولوا ما تطلوش على البحر كاع، تطلوا غير من جهه لوسيان، هذا ما كان، لانه الميديتيراني هذاك المذيق وقت برك، سي بور سا اللي الريافه ما يستقلوش، لانه اسبانيا ما تقبلش. بالك اسبانيا رايحه تعرض على البوليزاريو وعلى الجزائر وموريتانيا باش تستقل، البوليزاريو بشرط الريافه ما يتحركوش، وهذا الملف راهم ديزاكتيفي منذ اكثر من 60 سنه، يعني من 59، وهذا الملف يعني الناس كانت تشتغل يعني من 59 1959 ديزاكتيفو كاع الحكايه تاع الريف، وطمسوا كاع الاثر تاعهم، يعني حتى محمد بن عبد الكريم الخطابي رفضوا باش يجيبوا الروفات تاعو يدفنوها في مسقط راسه. وشكرا. ايه بارك الله فيك، هذا هو كابوس التاريخ. قال لك واحد ولا تعرف ابو نضال؟ ابو نضال جو بونس اللي ابو نضال اللي قتلوا صدام حسين في العراق نظن، لانه ابو نضال اللي شق على حركه فتح وحب يخلق، الا مانيش غلط باسكو هما عندهم ابو هذيك شغل يتشابوا، كاين ابو اياد كاين ابو نضال وابو جهاد، كاين بون اللي قتلوه الاسرائيليين في اللي قتلوه هذاك سي ابو جهاد اللي قتلوه في 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 في, في تونس، طفوا لهم الضوء منه، مخدومه حتى مع مخدومه في ذاك الوقت مخدومه مع المخابرات تاع تونس، وليد عم هذا وزير الخارجيه، هذا الجراندي هذا وليد عمه كان مسؤول كبير في المخابرات انذاك، وكاين ابو جهاد وكاين ابو اياد وكاين ابو نضال، كاين واحد اللي مات في اللي قتلوه في سوريا جو بونس، داروا له بومبا، وكاين واحد فيهم نظن هذا اللي سالك عليه هو اللي هذاك هو تاع مصر تاع العراق اللي تخلى على ايران، وصدام بعث له يعني ضباط تاع المخابرات، هي في الارشيف تاع العراق يقولوا باللي هو اللي تيره والول، مي انا المعلومه اللي عندي وقريتها يعني في كتاب، اللي هذا الكتاب هذا ماهوش ديسپونيبل، يعني كاين غير في بلايس معينه ومعروف، بالك تلقاوه في الانترنت واسمه جماعه اللي عايشين في الخارج، بالك يقدروا يديشارجيوه، كتاب يعني مجلد فيه وقيل 7 اجزاء قريته كومبلي، واسمه المخابرات والعالم، يحكيوا على القصه هذه في هذاك الكتاب، لانه يعني مصدر هذا الكتاب هذا مصدر يعني حاجه معلومه رسميه، يقولوا باللي هو جاو ليه نهار الاول وقالوا له صدام حاب يشوفك لانه خدم مع صدام، لكن هذا السيد هذا اللي اسمه ابو نضال ابو اياد، المهم حاجه من هذا القبيل، ابو نضال يقولوا باللي السبب اللي خلى باش يصفيوه هو اللي سرب الخبر نتاع انه المخابرات العراقيه جندت سيناتور في البيت الابيض الامريكي انذاك، دونك هذا هو السبب الرئيسي اللي تم التصفيه تاعو، ويقولوا انه انشق على حركه فتح، اللي الناس ما يعرفوش واش معناتها حركه فتح، هي حركه اللي صرع لها اشكال في التسميه، والاسم هي مكتوبه بالعربيه بصح تقرا من اليسار لليمين، ماشي من اليمين لليسار، لانه صرع مشكل باسكو كاين مسيحيين وكاين مسلمين وكاين اللي حبوا ما يسميوهاش حبوا يسميوها بالحروف اللاتينيه، دونك كتبوها بالعربيه بصح تقرا باللاتينيه، تقرا من اليسار لليمين فتح، اللي هي حركه التحرير الفلسطيني، هذه هي فتح، هذا الانسان عضو يعني عضو مؤسس في هذه الحركه، وحب ينشق وقام حتى باغتيال بعض القاده تحركه فتح اللي كانوا في لبنان وهرب من لبنان،
وتخبى في العراق، وجندوا يعني جندوه المخابرات العراقية. أي دولة دير هذا الأمور باش يجيب لها معلومات. كان يعني دخل في صدام مع أصحابه، ومن بعد هرب راح لتونس ودار جماعة في تونس، ومن بعد حب ينشأ وحب يقوم تمرد وما تفاهموش معاه، وراح لواحد الدولة في إفريقيا ما على باليش إلى جيبوتي ولا إريتريا مانيش متأكد. ومن بعد منها راح لإيران، كي راح لإيران قعد أكثر من عام ونص في إيران، وموراها حب يدخل للعراق باش يروح لدولة واحدة أخرى اللي هي نيقوسيا. حب يروح لنيقوسيا لأنه كان عنده مجموعة وكان حب يعاود يحيي هذا الحركة التمرد هذه اللي كان دايرها، لكن في العراق تم التصفية تاعه هو وواحد إيراني ومعهم امرأة، قتلوهم في ثلاثة في هذيك لابارتومون. حتى هو البلاصة هذه كنت نعرف اسمها ونسيت، جاية في الجنوب جاية في جنوب العراق، وكانت في ذاك الوقت تحت نفوذ الأكراد. كاين أكراد ثم، كاين جماعة اللي كانت تتحد يعني جماعة اللي كانت تدير مشاكل، وهذه الجماعة هي اللي كاين محاولة اغتيال نتاع صدام حسين جو بونس حلبجة، جو بونس والله أعلم. يا بارك الله فيك، هذيك هي يا اخي بن بركه دوبوه في راسيت، هذا راه جامي تلقاوه بن بركه، هذا اللي سبل على بن بركه، هذا راه مبنيين فوق السيد، هذا بن بركه معروفه لوبيراسيون يعني تخدمت في فرنسا، خطفوه وعظم الله اجره. واش تقول له على التيو هذا تاع بن بركه تيجر؟ بن بركة شيوعي على كل حال، احنا ما نروجوش للامور هذه، لكن احنا نقولوا الحقيقه. بن بركة كان يدعي انه يحب الجزائر، لكن كاين امور تثبت غير ذلك. كان عنده اتصالات مع جهاز الموساد الاسرائيلي، وفي الاخر هما اللي قتلوه، يعني الموساد هو اللي قتلوه. والشيء اللي يعني اكد هذه المعلومه، مهدي بن بركة تلاقى في أكثر من مناسبة مع جماعة الشباك اللي هم المخابرات الداخلية، ونظن أنه حتى سرب لهم معلومات في غاية الخطورة مهدي بن بركة. سي بور سا كانت قادرة الجزائر باش تحميه، للعلم لأنه درس في الجزائر. هو إنسان يعني صراحة كان يحوس يطيح النظام. هو نقول لكم هو هذا الإنسان كيفاش داير، هذا يعني نفس الشيء كيما فرحة مهني. هذاك مهدي بن بركة فرحة مهني تاع هذاك الوقت، مع انه كانت الناس تحترمه منه، والتوجه تاعو كان غير توجه. هو حب يفهم كيفاش مات. مات في فرنسا، وفقير كان حاضر في العملية، والبصري، ها البصري اللي كان، ها بطل البصري وفقير كانوا حاضرين في العملية تاع الاغتيال تاعو، يعني تم تعذيبه. ومن بعد كي ما هدرش ذوبوه في لاسيد، والبلاصه هذيك اللي صارت فيها هذاك لونغار شراه الحسن الثاني انذاك، وبنوا فيها جامع في فرنسا، بنوا فيها جامع في فرنسا، نسيت وش من مقاطعه، مي اني متاكد باللي هذيك البلاصه المروك بنى فيها جامع، والحسن الثاني هو اللي يعني اللي خلص هذيك لاسوم. وهذيك هي البلاصه اللي دفنوا فيها مهدي بن بركة، ماشي دفنوا باسكو ما بقالوش اثر، لانه ذوبوه ذاب كومبليتوم. والجهاز الموساد هو اللي ذوبوه. نزيد نقول لكم المقابل نتاع هذه عمليه الاغتيال، واش كان المقابل تاعها، يعني كيفاش قبلوا الموساد باش ينفذوا هذه العمليه فيها المخابرات الفرنسيه والمخابرات الاسرائيليه اللي هي الموساد، وبعلم في ذاك الوقت افقير وفقير يعني اللي من بعد يقتلوا الحسن الثاني، يعني قتلوا وجاب ولاده حط لهم يتعشاو، يعني باش تشوفوا باللي السيد هذا لا يؤتمن. هذا الحسن دوس كان انسان ما فيش ثقه، يعني تلقى الضباط بغاه مليح ولا ماشي مليح، لانه كان يخاف، انسان يعني مرعوب ما يحبش الضباط. المقابل يعني مقابل اغتيال بن بركة اللي كان يسبب هواجس للحسن الثاني، لأنه كان عنده اتصالات، وكان كاين مشكل بين الشباك والموساد، لأنه الموساد كان حديث تشكيل، وأغلب الضباط تاعو هما من لواء جولاني اللي هو من أشهر الألوية في الجيش الإسرائيلي. دونك هذو جماعة الجولاني اللي كانوا مخلطين بين أشكيناز
وسفرديم. هذو سفرديم اللي كانوا في الجيش وطلعوا في الجراد، ونهار اللي فتح جهاز الموساد تغلغلوا. دونك سفرديم ولا عندهم نفوذ اكثر من الاشكيناز، والاشكيناز اللي هما اغلبهم اللي كانوا في جهاز الشباك اللي هو جهاز الاستخبارات الداخليه. دونك هذا بن بركة كان عنده مرأة يعرفها من رومانيا، هي من رومانيا، كان يعرف المهدي بن بركة، كان عندها بار في فرنسا، وهي اللي ربطته في اتصال مع هذه الجماعة، وتلقى بهم في أكثر من مناسبة وفي مطعم في 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 فينيسيا في إيطاليا، تلقى بهم وتم رصده من طرف المخابرات الجزائرية. هذه معلومة للتاريخ. دونك في هذا في هذه اللحظة تم فصله، لأنه كان يقدم دروس في الجزائر ولا يروح لتونس هذا المهدي بن بركة، وراح حتى لمصر وبدأ يعني يحشد في النفوذ، وحب يترشح وحب كذا، وحب يقوم بثورة في المغرب لإسقاط النظام وكذا، لكن كان يشكل خطورة كبيرة يعني خاصة على الجزائر في ذاك الوقت. دونك سي بور سا الجزائر اللي رفعت يدها على هذا الإنسان. والمقابل حسن الثاني اللي جاب يعني جماعة من الموساد باش يتجسوا على القمة العربية اللي اندارت في مراكش، في فندق في مراكش، اللي هذا الفندق يديروا فيه تفجير إرهابي. الصدفة هذه قاع صدفة. هذا الفندق اللي صارت فيه عملية تجسس هو اللي داروا فيه البومبو، بسببه فرضت علينا التأشيرة المروك وقطعنا الحدود من هذاك النهار. من بعد النهار اللي جاو تم كشفهم، وتم اتصال يعني عبر أجهزة الراديو، وتم يعني وتم يعني ما كوفراوش لي زالجيريان هذا الاتصال، يعني ما كانش مشفر كما يقولوا، كان مكشوف. يعني هذا أمر يعني فيه دي ميساج، يعني كاع الناس تستعمل هذا الأمور، ما تم يعني ماهوش مشفر، يعني الاتصال ما كانش مشفر، يعني تقدر تخترقه، يعني أي جهاز يعني أمبيرسي يعني بدائي تاع يوغوسلافيا تاع بكري يقدر يعني يخترق هذا المكالمة. وعرفوا لي ماروكان باللي لي زالجيريان كشفوهم باللي كاين ضباط تاع المخابرات في هذا الفندق. دونك واش يديروا لي ماروكان؟ خرجوا هذوك لي زيزراليين اللي كانوا في الفندق، كانوا في الطابق العلوي في الفندق اللي كانوا رايحين يرقدوا فيه ولا يسكنوا فيه هذا الرؤساء اللي جاوا للقمة هذه باش يجسوا عليهم. دونك واش داروا؟ خرجوا الضباط اللي هما 8 اللي كانوا عندهم زوج غرف، كانوا في زوج غرف في هذا الفندق في مراكش، وخرجوا في هذاك النهار، خرجوا من المغرب، لكن تم تسجيل كاع المحادثات والقمة هذه كومبلي، ومدوا هذا التسجيل للكيان الصهيوني. في هذا التسجيل كاين أمور في غاية الأهمية، اللي هي جبهة الصمود والتحدي في ذاك الوقت كانت مازال بسم الله. تم تحديد 68 كبداية لتحرير فلسطين. دونك في هذه المرحلة بدأت الناس، يعني هذه رانا نحكي وقبل 67، أنا نظن 65 ولا 66 اللي القمة هذه، مانيش متأكد باسكو راني على بالكم راني نحبس في الدخان، هربوا لي كاع المعلومات راكم تسمعوا فيها جو بونس. دونك بسبب هذا التسجيلات اللي سربهم الحسن دوس، تم الاستيلاء على الأراضي المصرية اللي هي سيناء، يعني وتم قصف كاع المطارات. والصدفة كان عندهم حتى معلومات باللي عبد الحليم وأم كلثوم راحين ينظموا حفلات في قواعد عسكرية، يعني قواعد مش عسكرية، يعني ما فيهمش طيران، ولا تم قصف كاع هذه الوحدات، يعني ما كان حتى طيارة طارت. هذه في 67 اللي يسميوها المصريين النكبة ولا النكسة. دونك تم قصف كاع المطارات لأنها ضربة استباقية، لأنه الحسن دوس سرب معلومات للموساد أنه العرب راه متفاهموا باش يصدموا عليكم، والعرب شكون؟ سوريا، العراق، الجزائر، السعودية، مصر اللي كان في ذاك الوقت عبد الناصر،
كان النميري في السودان، نميري ايه النميري، كان شكون، كان مازال ما جاش صدام حسين جو بونس، نو كان صدام حسين لانه كان امين حافظ في سوريا، امين حافظ جو بونس، امين حافظ ايه، امين حافظ هو اللي كان رئيس تاع سوريا. دونك تم القصف تاعهم وتشنترت الامور بسبب من؟ بسبب المروك. شوف واش عطالهم من المروك، عطالهم كنز ثمين مقابل تصفيه شخص واحد. شوفوا شحال يعني غبي هذا المروك، شوفوا السخافه تاعو. المروك باع اليهود اللي كانوا عنده 50 500 دولار، 50 دولار للراس، وركبهم في بابور من واحد من لابلاج، ماشي ميم با من بور، من بلاج يعني وين يعوموا الناس. دخل البابور في الليل ولموهم كاع بلا بوليس، شغل بالقوه، ماشي قال اجمع اللي حاب يروح، نو جابوا لا بوليس ولارمي في الليل، لموهم كاع وداوهم من هذاك لابلاج، ركبوهم. وكيفاش انفضحت الحكايه؟ البابور غرق وماتوا هذوك اللي كانوا داخل. حسن دوس ما خلصوش وتشنترت ونوضت بيناتهم مشاكل وكذا. هذيك هي الكوطه الاخرى تاع اليهود اللي داوهم من المغرب، من يهود المغرب اللي داوهم الفلسطين المحتله، اللي في هذاك الوقت يقدروهم الخبراء باكثر من 500 ألف مروكي، 500 ألف يهودي من يهود المغرب. هذول اللي داوهم، يعني كاين اللي سفروهم عبر السفن، وكاين اللي داوهم الأوروبا وداوهم الأورشليم اللي كانوا يعيطوا لها أورشليم. وهو اللي كتب في واحد المذكرات تاع واحد الآخر، دلا بواحد التصريح قال باللي أنا نسميها أورشليم ما نسميهاش فلسطين. يعني كاين أمور يعني، وعندي ثاني حتى واحد نبعثهم لك لافرونشي. يعني للأسف الشديد كاين إنسان بزاف الناس يعتبروه ثوري، لكن قال كلام خطير جدا، وقف يعني في صف المروك يعني ضد الجزائر، ووصف باللي هذا اليهود هم السكان الأصليين. وهذا إنسان اللي أنا صراحة كنت نحترمه، من نهار اللي بحثت وشفت يعني شكون هذا الإنسان خيب لي ظني صراحة. تفضل لافرونشي. زيد فضلك أخي الكريم، بارك الله فيك على المعلومات القيمة. تفضلوا الإخوة اللي عنده تدخل. كيف تقول كيف اليوم ولا وش بيكم؟ وش بيهم تيجر اليوم؟ يوم الجمعة يا لافرونشي، راي منفخين قاعد.